طيب، مساء الخير مرة تانية لكل الناس اللي حاضرين معانا واللي بيشوفوا اللايف دلوقتي على منصات التواصل الاجتماعي. حابب ارحب بكم مرة تانية. الصبح كان معانا التراك الستارت ابس، وشفنا تيمات كتيرة الحقيقة بتتنافس من دول عربية كتيرة. احنا حاليا فاضل لنا تو تراكس النهاردة. اول تراك فيهم هو الجراديويشن بروجكتس، ومعانا جراديويشن بروجكت الاولاني هو واحد من الجراديويشن بروجكتس الفايزين من ايجيبت اي او تي اند اي اي تشالنج، ومتاهلين من تحدي مصر للانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي. حابب ان هم يعرفوا بنفسهم، وبرضه لو تقدروا تعملوا شير سكرين وتورونا البرزنتيشن بتاعتكم. تمام، هل شايفين كده؟ هي كده البرزنتيشن واضحه. هيبقى تمام. معاكم 10 دقائق تعرضوا لنا فيها الفكره وتتلقوا فيها الاسئله من الجورج سلمان. تمام، ماشي. نبدأ دلوقتي؟ اتفضل. اتفضل اتفضل ابتدي. تمام. طيب، جود افترنون ايفري ون. في البدايه نحب نعرف تيم ممبرز، كلنا 9 يونيفرستي جرادويتس من مصر. وفكرة المشروع بتاعنا اللي هي VR and AI based tele operated robotic arm بتاعنا للسنة دي. أول حاجة هنتكلم عنها أول حاجة دي النقطة اللي هنتكلم عليها النهاردة سريعا، و at the end we would like to and hopefully you can answer them. First هنتكلم عن المشكلة. المشكلة الأساسية بتاعتنا بتظهر في ال workplaces اللي بيبقى human robot interaction أو in general human machine interaction. ليه دي مشكلة؟ لأن غالبا بينتج عنها physical casualty أو psychological harms، والاثنين دول بيأدوا إلى financial losses at the end. بعد كده more specifically المشكلة بتاعتها بتظهر in two cases: either إن ال humans نفسهم هم اللي بقوا in danger أو ال products نفسها هي اللي بقوا in danger. مثال على humans in danger إن هو اللي بيحصل اللي بيبقى موجود في النيوكلير ستيشنز والفارماسيوتيكال اندستري والبوم ديفيوزل والهيفي ديوتي ماشينريز. ومثال على ذلك برضو الجلوبال سيتويشن بتاعت كوفيد 19، ان هو ناو اتس مور بريفيربل تو ورك فروم ديستانس اور ان اذر ووردز تيلي اوبريتد. ومثال على البرودكتس ان دينجر، اف وير ديلينج وذ ديليجيت برودكتس لايك ذا برودكتس اوف ذا فود اندستري والفارماسيوتيكال اندستري. اند ذن زميلي حسن هيتكلم عن السوليوشن. دلوقتي بعد ما شفنا المشكله الموجوده هنتكلم عن السوليوشن اللي احنا بنقدمه. احنا بنقدم السوليوشن بتاع التيلي اوبريشن، ودي ممكن نعتبرها از روبوت اجنوستيك سوفت وير بيست سيرفيس. يعني السيرفيس دي هي سوفت وير ونقدر نطبقها على اي روبوت، مش نوع معين، عن طريق الانتجريشن بتاع تكنولوجي الفي ار وتكنولوجي الاي اي. التكنولوجي بتاعت الفي ار هتستخدم في ان احنا نعرف انجيج مع الروبوت والانفايرمنت، والتكنولوجي بتاعت الاي اي هنستخدمها ان احنا نلاقي استيميشن للروبوت موديل اللي هيستخدم بعد كده في الكنترول، لان الموديل ده ساعات بيبقى ماثيماتيكالي هارد بي درايفد. فممكن نقول ان احنا باختصار احنا عندنا الروبوت بتاعنا ممكن يكون في مكان معين واليوزر في مكان تاني او مدينه تانيه، ويقدر يتحكم عن طريق الفي ار عن بعد باستخدام التكنولوجيز بتاعت الروس اي اي واليونيتي او دبليو لان كوميونيكيشنز والى ما ذلك. طيب، وفي جزء السوليوشن والبروتوتايب بتاعنا اللي احنا نفذناه على الحقيقه علشان نطبق عليه ونمبلمنت الشغل بتاعنا ده في الحقيقه، فاحنا استخدمنا روبوتك ارم 7 ديجريز اوف فريدم، وده صعب جدا ان احنا نعمل موديلنج ليه. استخدمناه علشان نمبلمنت عليه السوفت وير بحيث ان احنا لما نقدر نتحكم فيه اليوزر يقدر يتحكم فيه باستخدام الفي ار من خلال الفي ار هيدسيت نفسها يلبسها، يقدر ان هو يدخل جوه الانفايرمنت اللي احنا عاملينها اللي هي بتحاكي في الحقيقه المصنع اللي هو شغال فيه او الورك سبيس اللي هو كان شغال فيها. بيقدر ان هو يشوف لايف ستريم للمكان اللي هو هيشغله، ويبقى قصاده موديل للروبوت. الموديل دوت هو فيرتشوال موديل بس بيحاكي نفس الموديل بالظبط اللي موجود في الحقيقه، ويقدر ان هو يعمل باث الروبوت عايزه يمشي عليه علشان يعمل التاسك المعينه اللي هو عايزها، او يأدت التاسك اللي اوريدي الروبوت بروجرامد عليه ويمونيتور الحركه بتاعته شكلها عامل ازاي. ده يقدر ان هو يعمله جو فيرتشوالي، ويقدر بعد كده ان هو يمبلمنت الكلام ده في الريل تايم. يقدر ان هو نفس الحاجه اللي هو بيعملها هنا يعملها على الهاردوير.
احنا هنا عملنا الديمو دي مابينج ما بين الريل وورد وما بين الفيرتشوال وورد. اليوزر يقدر ان هو باكيرسي عاليه جدا نفس البوزيشن اللي هو هيروح له جوه الفيرتشوال وورد نفس البوزيشن اللي الارم هيروح له في الحقيقه، ويقدر ان هو يكسكيوت التاسك بتاعته بتاعت البيك اند بليس ويظبطها ويخلصها مظبوط. الكومبوننتس الاساسيه للابلكيشن بتاعتنا هي الفيرتشوال رياليتي هيدسيت والكاميرز والكاميرز اللي موجوده علشان نقدر ان احنا من خلالها نفيجواليز الاوتر سبيس بتاع الورك سبيس اللي الشخص هيكون شغال فيه. اوكي، في البيزنس موديل طبعا احنا طبعا دلوقتي مبتدئين باللي احنا شفنا احنا المشكله، وده لقينا برضو alternatives لل يعني كحلول للمشكله دي، بس alternatives دي كانت يعني كانت مركزه على سيجمنت واحد، وبالاخص اللي هم يشتغلوا او السوليوشن ده يكون على روبوت تبع الشركه. وده طبعا ادانا يعني advantage في الموضوع ده، في ان احنا السيستم بتاعنا از روبوت اجنوستيك، يعني هو ممكن يشتغل على اي روبوت هاردوير. وكمان اللي احنا بنقدم ده اصلا يعني اتس لايك ات از اي سوفت وير از ا سيرفيس، عكس الالترز التانيين اللي هم برضو لازم يكون الروبوت بتاعهم موجود. واحنا طبعا برضو في الاخر شفنا طيب احنا شباب، انا حابب ان احنا نحاول ان احنا برضو يعني سريعا كده نمر على بقيه السلايدز عشان برضو نفسح المجال لو في اسئله من الجادجز. اوكي، هقول طب نقطه على ده وبعد كده افضل الاصل سيد واحد. احنا طب يعني في الكوست بتاعنا للمشروع، احنا كان الفيكست كوست بتاعنا كانت في ناحيه اللي احنا نجيب الفي ار هيدسيت واللي احنا نعرف احنا امبلمنته او امبلمنت السوفت وير تبعنا. بس ولكن كان في طبعا متغيرات في السيستم بتاعنا، او متغيرات في ان اور امبلمنتيشن، من اللي احنا برضو يعني ممكن احنا نرنت ا سيرفيس، او اللي احنا نقعد نديجنوز ذا سيستم بيريودكلي. في السيزن كومبيتيشن احنا كنا برضو عملنا ستوري او شفنا the robot industry او the manipulator industry في العالم، وهو طبعا يعني في كل سنه بعد سنه in several industries زي الاوتوموتيف اندستري او الميتال اندستري the usage of automotive robots عمال يزيد. وفي نفس الوقت برضو ان virtual reality market او بيع الهيدسيتس نفسهم برضو في سنه بعد سنه عمال يزيد، ويعني expected على 2026 ان هيكون في 120.5 او سوق الفي ار هيكون 120 مليار ونص يو اس دولارز. ده كان يعني فيديو للفيوتشر ورك تبعنا او بيظهر الفيوتشر ورك. ده اتس ا موديل، يعني ده بس يعتبر يعني فيري سيميلر تو ا جيم باستخدام حاجه اسمها في ار روبوتك سيميوليتر. ده يعني just to demonstrate اللي هو the capabilities of our system. زي ما شوفين اللي هو في الآخر هيكون في factory، والfactory ده فيه كذا روبوت، وباستخدام ال VR the user أو من هنا بقى اللحظة بقى هيكون بقى يعني the engineer يعني can access each and every robot individually أو برضو كلهم together in the scene. طيب شباب احنا يعني لو في حاجه اخيره حابين تضيفوها، عشان بس برضو احنا حابين زي ما بقى التاني ان احنا برضو حابين نشوف لو في مجال للاسئله، عشان احنا الوقت بتاعنا تقريبا يعني شبه خلص. لا كده لا تمام كده اعتبر احنا خلصنا، يعني ممكن كيو ان اي تبتدي. طيب باشمهندس كمال ومستر وسيم، يعني لو في حد فيكم حابب ان هو يسال عن حاجه معينه ممكن تتفضل. طيب انا عندي سؤال. تمام، دلوقتي انت بتقول ان هو ده بستخدم الفي ار بان انا بحرك الروبوت ارم علشان يعمل شوية تاسكات مكان البني ادمين في اماكن العمل، مش كده؟ ليه ما فكرتش انه الروبوت ارم يعني هل دي هتبقى ورثة ان انا لما اعمل روبوت ارم هي اللي تعمل التاسك دي من غير ما ابقى من غير ما احتاج في ار اساسا؟ هل التاسكات دي مش تقدر نعملها بالروبوت ارم؟ انا مش محتاج حد فعليا يبقى ماسك في ار وبيحرك الارم عن بعد في التاسكات اللي زي دي، ولا انت في احنا بنتكلم على التاسكات اللي هي بتكون موجهه اكتر للحاجات المتغيره اللي بيكون فيها خطوره على ان يكون في انسان شغال في المكان ده، او ان يكون الروبوت لوحده بيقدر يعمل الحاجات دي. يعني حاجات متغيره لو في مصنع مثلا في نيوكليير باور بلانت او حاجه، انت مش هتكون متوقع ايه اللي ممكن يحصل غلط، ف رد الفعل الطبيعي يعني دي في الحالات الخطرة أو الحالات اللي هي الصعب التعامل معها.
وفي الناحيه الثانيه لو مصنع بتاع حاجات بنحمي بيها الشخص العامل اللي في المصنع زي مصانع الدهان او مصانع اللي فيها اسمنت اللي بتاثر على صحه العامل وصدره، فدي بتكون محتاجه اكتر المهاره بتاعه العامل. في بعض الحاجات الكاستم بتكون محتاجه مهاره العامل نفسها، فانا ما اقدرش ان انا اول لما اعملها من غير العامل نفسه يكون موجود فيها. بس فدي الفكره بتاعه ان احنا ليه بنخلي الفي ار موجوده علشان اليوزر يقدر ان هو انتراكت اكتر مع الحاجه، وهي مش بس مجرد ان انت بتعمل الحاجه، هو انا ممكن اكون اوريدي بروجرامد الروبوت ده وانا بعمل مونيتورنج ليه وبتابع اذا كان هو ماشي مظبوط او لا او كده. بالظبط. والسؤال الثاني، انت ليه ما خليتوش يعمل مونيتور وخلاص يعني، ولو في اي حاجه بالظبط، ما هو اللي فعلا موجود دلوقتي او المتداول او الطبيعي ان انا بقدر ان انا اعمل مونيتورنج للروبوتك ارم او للسيستم الروبوتك سيستم بتاعي من خلال سكرين او من خلال الانترفيس العادي ويب انترفيس او اي حاجه الطبيعيه من دي. لكن اللي انا بعمله زياده ان انا بقدر اخلي اليوزر يقدر ان هو ينزل ويفيجوالايز المصنع بتاعه بشكل مباشر ويقدر يشوف الشكل بتاع الفلو بتاع الورك جوه المصنع شكله عامل ازاي، ويشوف لو في مشكله او في حاجه محتاجه ان هو يعدلها يقدر ان هو يعدلها دايركت على طول. تمام. طيب والسوليوشن ده موجه للناس للاماكن اللي فيها بني ادمين بيشتغلوا، مش الروبوتك ارم ان انا هعدلها ان هي تبقى في ار عن بعد، صح؟ يعني هو هيجيب روبوتك ارم كلها بفي ار بكل حاجه على بعضها، مش هيقدر ان هو يعدل روبوتك ارم عنده ويستخدم في ار عليها بشكل. لا، هو احنا الحاجه الزياده اللي احنا عاملينها او المختلفه ان احنا نقدر ان احنا نيمبلمنت السوفت وير ده على اي روبوتك ارم. لو احنا قدرنا ان احنا نعرف الموديل بتاعه باستخدام الاي اي او ان احنا نجيب الموديل بتاعه نفسه من المصنع بتاع الروبوتك ارم، نقدر ان احنا نيمبلمنت عليه السوفت وير بتاعنا ده ونخليه يقدر ان انت تتحكم فيه بالفي ار حتى لو هو ما كانش اصلا روبوتك ارم معمول ان هو يكون كده. فاحنا اللي احنا عملناه ان احنا عملنا كاستم روبوتك ارم ده ما كانش اصلا معمول ان هو يكون يعني مربوط بالفي ار، عشان كده احنا بعد كده زودنا عليه السوفت وير فبقى يقدر ان احنا نستخدم الفي ار علشان انتجريت الكاستم معاه. تمام. طيب باشمهندس كمال، لو باشمهندس كمال برضو عنده سؤال عشان برضو نشوف لو عنده اسئله. باشمهندس كمال حضرتك عامل ميوت. تمام. بص، هو يعني الايديا سيمز انها لطيفه، بس يعني يو هاف تو عندك تشالنج كبير جدا ان انت اوريدي عشان تعرف تعمل الابلكيشن بتاعك وان انت تعمل السوفت وير على الارم ده او الروبوتك ده، لازم اوريدي انت بتاخد اوريدي اكسس على الفندور اللي هو عامل ده وانت تحط السوفت وير بتاعك عليه، فده مهم جدا ان انت اوريدي تشوف انت ازاي هتعمل ده. تمام. اللي انا الحاجه اللي انا شايفها يعني مهمه ان انت اوريدي تشتغل عليها، which is already يعني عايز اسمع منكم انتوا بتفكروا فيها ازاي. يعني هو انت اوريدي انت بتسبيسيفاي الحته اللي هي بتاعه الناس اللي بتشتغل ميلي في الحته بتاعه dangerous areas. تمام. فانت you need to classify الناس الفندرز اللي هم بيصنعوا روبوتس للحاجه ديت وتشتغل عليهم. يعني فهل انت اوريدي عملتوا الاكسرسايز ده؟ الروبوتس اللي بتشتغل في الحاجات الدينجرس ارياز، فانت اوريدي عندك مثلا 3 او 4 فيندرز، فانت محتاج ان انت تشوف ايه التكنولوجيا اللي شغال بيها بحيث ان انت لما تيجي تمبلمنت السوفت وير بتاعك ده تبقى انت عارف تعمل ده. هل عملت الاكسرسايز ده؟ هو احنا البوينت بتاعت ان احنا محتاجين الموافقه بتاعت الفيندر او كده، هو احنا استخدمنا في السوليوشن بتاعنا استخدمنا اوبن سورس بلاتفورم اسمها روس، دي بيكون محطوط عليها مودلز وبيكون فيها اكسس لكذا فيندور اوريدي موجودين، فاحنا عملنا انتجريشن على البلاتفورم دي بحيث ان احنا نقدر نيمبلمنت السوليوشن بتاعنا ده على كذا فيندور، ودي كانت برضو بوينت مهمه ان احنا ما نبقاش ريستريكتد لفيندور واحد بشركه بتاعه روبوتك ارمز واحده، لا يبقى في فرايتي في البروجكت عشان لو في مصنع فيه اكتر من روبوتك ارم بيعمل نفس كذا وظيفة مختلفة نقدر ان احنا implement عليه solution وintegrate الروبوتك ارمز كلها مع بعض. بالنسبة لنقطة سؤال معلش في حتة هو البلاتفورم ده بيقابل تقريبا كام فاندور مثلا شغال حاجة شبكة، نسبته من الماركت كله تقريبا قد ايه مثلا؟ هو عليه مودلز لشركات كتير، هي اوريدي الفندرز اللي موجودين بيحطوا عليه علشان يخلوا فيه اكسس اكتر للبرودكتس بتاعتهم لليوزرز وللريسيرشرز،
وفي الاندستري عامه علشان بعد كده يقدروا ان هم يستخدموا. حلو حلو. انا قصدي يعني تقريبا كالبلاتفورم ده تقريبا يعني الناس اللي موجودين عليه نسبته قد ايه؟ حوالي 60 او 65% مثلا. يبقى انا محتاج يعني احنا عشان بس وقتنا فاحنا محتاجين نتنقل للتيم اللي بعديه. حابب اشكر جدا مصطفى ويوسف وعبد العزيز وكل التيم ممبرز يعني اللي موجود منهم واللي ما عارفش يدخل. شكرا جدا ليكم يا شباب وبالتوفيق ان شاء الله في المستقبل. حابب برضو ناخد التيم اللي بعديه. التيم اللي بعديه محمود ايمن عن تيم 200. شكرا شكرا لكم يا شباب. طيب محمود انت موجود معنا ولا؟ طيب محمود انت سمعنا؟ محمود ايمن اعمل unmute بس. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. محمود برضو هو واحد من التيمز المتاهله من ايجيبت اي او تي اند اي اي تشالنج. و هو الو محمود ان انت حابب اقول لك برضو الاستوت 10 دقائق ان شاء الله. حاول تعرض فكرتك في وقت قليل بحيث ان انت تاخد وقت اكبر للاسئله عشان برضو الجادجز بيبقى عندهم اسئله كتير. لو تقدر تشير سكرين من دلوقتي برضو وتوريني. طب صوتي مسموع طيب الاول؟ تمام. ما شير السكرين. اعمل شير سكرين. تمام. اوكي. انا هبدا دلوقتي. تمام. احنا كده شايفين السكرين وسامعينك كويس. طيب البروجكت اسمه فيس 3D. الاوبجكتيف بتاع البروجكت ان احنا نكرييت اوبجكت 3D موديل من وان سنجل ايمج من صوره الوش بتاعت الانسان. ده مثال لصوره وال3D موديل المقابل ليها. فالمشكله اصلا في الموضوع او الموضوع ده ازاي بيتم على ارض الواقع؟ بيتم عن طريق حاجتين. اول حاجه ال3D سكاننج، ببساطه ان بيبقى في مجموعه كاميرات بتاخد كذا صوره من الوش وبتدي تجمعهم. ويقدر بعد كده سوفت وير معين يقدر يجمعهم ويكون ال 3D اوبجكت. ال 3D اوبجكت بعد كده يقدر يتعمل له 3D برينتنج يعني بالمثال اللي هنا. طبعه الموديل بتاع اوباما على ستيتوس. فايه الاوبشن الثاني؟ الاوبشن الثاني انت تجيب ارتست يبتدي موديل الوش، وده بياخد وقت طويل جدا من ساعات لاسابيع على حسب الكواليتي اللي انت عايزها. ده فيديو 3 دقائق متسرع 10 مرات عشان يقدر يعمل الاوبجكت. طيب ايه الحل بتاعنا؟ ان احنا نقدر نستخدم الاي اي في ان احنا نعمل نحقق التارجت ده. عندنا الصور وعندنا الاوتبوت ان احنا عايزين نوصل له. نقدر من خلال الداتا دي ان احنا نعمل 3D موديل. فالسلوشن بتاعنا بيستخدم state of the art models انه يحقق حاجه زي كده، وبيعمل implementation لبايبلاين بتسهل العمليه دي او بتخلي الموضوع مور اوتوميتد، بحيث ان انا اخد الصوره بس من اليوزر خلاص ويطلع لي ال 3D model بعد كده. طيب ال 3 stages بتاعت البروجكت عباره عن ان احنا بنجنريت 3D face، بعد كده بنعمل ري topology، وبعد كده بنعمل ticket chain. نيجي كل ستيج. الري توبولوجي ببساطه ان انا عندي من هاي ريزولوشن بعمل لو ريزولوشن، والتكتشرنج اللي انا بلون الموديل ذات نفسه فبحيث يطلع لي الموديل متلون. طيب نيجي احنا بنستخدم في الجينيتك 3 دي موديل بنستخدم البيبر فروم مايكروسوفت، بنعمل لها امبلمنتيشن. ويبقى ده المثال عندنا. في كذا موديل في الموضوع، ان احنا بيبقى عندنا الصوره بنعمل فيس ديتكشن للريجن بتاع الوش، بعد كده بنعمل 5D لاند ماركس، بعد كده بندخلها على ال 3D على الموديل بتاع الجينيتك 3D ويطلع لنا الموديل بالشكل الاتي. الري توبولوجي ان انا عايز احول من هاي دينستي اوبجكت للو دينستي. طب ليه انا بعمل ده؟
لان هاي دينستي اوبجكت نقدر نستخدمه في 3D printing، بيبقى محتفظ بالتفاصيل كتيره من الوش، نقدر نستخدمه في حاجه بتحتاج هاي ريزولوشن. طب لو انا عايز استخدم الموديل في حاجه زي الجرافيكس اندستري او جيمز او وات ايفر، يعني السينما، محتاج اعمل لو ريزولوشن. فالريتوبولوجي بتوفر، الريتوبولوجي اللي احنا بنعمله بتوفر حاجه زي كده، ان عندنا الاوبجكت على الشمال ده الهاي ريزولوشن، والاوبجكت على اليمين اللي اللو ريزولوشن بتاعه. وده بريفيو اوف ذا هول باور لاين، ان انا من اول ما خدت الصوره لغايه لما اتحولت ل 3D اوبجكت ومتلون. دي سامبلز موجوده جربنا عليها من صور راندوم ايمجز من النت، يعني ان احنا نقدر نستخدمها نعمل 3D موديل. فالديمو بتاعتنا since it's a machine learning or AI model, we can change the platform as we want. احنا بنوفر 2 ديموز، في ديمو ديسكتوب ده فيها الفول فيرجن اللي بيقدم الهاي الهاي مود الهاي ريزولوشن موديل نقدر نعمله 3D printing، وفي اللو ريزولوشن موديل اللي بيقدر يطلعه. برضه بنقدم ويب سايت، الويب سايت ده بيقدم بس اللو ريزولوشن موديل، يعني just for a demo purpose. والpotentials، البوتنشلز بتاعت البروجكت ده ان احنا ان يقدر اللو ريزولوشن موديل نقدر يستخدمه في السي جي اي، الانيميشن، الجيم ديفلوبمنت، والهاي ريزولوشن نقدر نستخدمه في 3D printing. وفعلا طبعنا يعني في الصوره دي بنشوف الصوره والهاي ريزولوشن والبرنتابل بتاعه. والتارجت سيجمنت بتاعتنا هي ببساطه الستارت ابس والشركات، ان يقدروا يستخدموا السوفت وير بتاعنا اس دي كي في البروجكت بتاعهم. امثله لحاجه زي كده ان انت تقدر زي يونيتي تقدر تستخدم الباكج دي في يونيتي، ده جيم انجن تقدر تحطها في، لو انت عامل موبايل ابلكيشن تقدر تستخدم الاس دي كي ان انت تعمل زي فلترز او زي السناب شات. وفي جرافيك ستوديو لو انت عايز تعمل انيميشنز، عايز تسهل عمليه ان انت تعمل تجنريت فيسز وكده، الجرافيك ستوديو برضو از تارجت. والهوبيست ان انت عايز بس جاست تو use it for your own purpose. فده الهول presentation. نقدر نشوف السوفت وير هنا، ده مثال للسوفت وير بنقدر نستخدمه. بقدر اخد capture الصوره كده يعني، واقدر اعمل generate ال 3D face، بياخد ثانيتين حاجه زي كده. واثناء انه بيعمل جنريت في برضو الويب سايت از اونلاين، يعني بنقدر نرفع الصوره هنا ونقدر نجريت ال 3 دي. و طيب محمود، اعتقد ان الفكره واضحه للجورجز، بس انا كنت حابب اعرف لو الجورجز عندهم اي كومنتس او اي اسئله. طب هو انا كنت بس محتاج اسالك على حاجه بس، يعني هو انت دلوقتي mainly انت بتكرييت في الاخر اللي بيطلع it's a 3D image، دي already يعني بتبقى ليها فورمات معين، وبعد كده الناس اللي هم الكاستمرز بتوعك زي ما انت كنت مثلا جرافيك ديزاينرز او كده they make use from it، يعني بيستخدمها بقى في whatever applications تانيه، صح؟ انا فاهم كده صح ولا هو مش 3D image، هو بيبقى فورمات معينه، object file يعني، مش صورة، مش ليها برامج معينة هي اللي تقدر تفتح الفورمات دي يعني. تمام اوكي. الفورمات دي يقدروا يعملوا يعني، هو انت شايفها صورة بس actually يعني هو 3D model، يعني ليه software tools يقدر يشوفها منه. تمام. حاجة زي كده يعني، مثلا quickly يعني حاجة زي كده. طيب على ما اجيبها سؤال تاني بس صغير كده، يعني اوريدي
يعني هل في طيب شفت كومبيتيشن حاجه يعني شفت اوريدي حاجات في الماركت اوريدي بتعمل حاجه شبه كده عشان يعني from my understanding ان دي اوريدي حاجه موجوده it's available وthey use it from في الحته بتاعه السينما والحاجات دي كتير جدا يعني ف يعني ايه المختلف يعني في الحته دي في اللي انت بتعمله المختلف هو كان ان مشكله ان الحاجه دي مش accessible لاي حد يعني too expensive انك تجيب التولز دي يعني انت لو عايز تعمل حاجه زي كده محتاج تجيب السيت اب بتاع ال 360 كاميرا ده اللي بتاخد صوره من كل الوش دي تعملها وحاجه تانية انك تهاير ارتست ان انت تعمل حاجه زي كده والموضوع بياخد وقت يعني مثلا دي سام يعني سام ايديا اللي هو يوزنج ايمج بتطلع اوريدي اللي هو 3 موديل ده اوريدي في موجود في الماركت ولا ده اوريدي ولا عملت اكسرسايز شفت في كومبيتيشن بتعمل حاجه شبه كده في الفورم بتاع الثانيه ما فيش بالطريقه اللي هو انا باخد صوره ويطلع 3 دي موديل على طول برضو انت محتاج ارتست يعني في اللي موجود في السوق بيقدم نفس النتيجه بس لازم ارتست اللي يقدر يعمل حاجه زي كده مش اي حد يقدر يستخدم السوفت وير ويجيت ال 3 دي اوبجكت ومش طيب مستر وسيم عندك سؤال لمحمود قبل ما يمشي ولا تمام يعني هو مش بالشكل الاوتوميتد ده مش جاست ان كليك اواي فروم جيتينج يور ريزلت برضه بتحتاج تشتغل على السوفت وير اللي بيبقى موجود ولازم عشان تشتغل عليه لازم تبقى دارس جرافيكس و 3 دي عشان تقدر تشتغل عليه فالفكره كلها هي ما فيش سوليوشن لسه لحاجه زي كده لان لسه learning phase learning rate بتاعه عالي شويه انك لازم تبقى عارف سوفت وير ولازم تبقى عارف جرافيكس عشان تقدر تديوس حاجه زي كده طيب محمود اعتقد الفكره بتاعتك وصلت تماما للجورجس حابب اشكرك جدا وبتمنى لك ان شاء الله التوفيق في الخطوات الجايه ان شاء الله شكرا يا محمود طيب برضو كده فضل لنا two teams في الgraduation projects التيم اللي جاي هو تيم بتاع محمود ندى ومنا الذهبي انتوا سمعيننا يا محمود ومنا سمعيني ايوه معاكم سامعين تمام محمود انت تقدر تشير السكرين بتاعتك وتعرفنا بنفسك وبالفكرة بتاعتك السلوت معاك 10 دقايق حاول تخلص البرزنتيشن بتاعتك في يعني في اقل مده ممكنه علشان وقت الاسئله بس خلاص تمام جدا كده شايفين السكرين كده السكرين واضحه مع عندكم ولا تمام شايفينها تمام جدا طيب انا محمود ندى من فريق AI Beacon احنا النهارده جايين نقدم لكم الارب ساين لانجويج انتربريتر الاول كده طبقا لمنظمه الصحه العالميه الصم والبكم على مستوى العالم بيمثلوا حوالي 5% من سكان العالم ده لوحده في مصر حوالي 7.5 مليون نسمه يعني صم وبكم طريقه تواصلهم الاساسيه بتبقى عن طريق لغه اشاره لغه الاشاره دي بتبقى مين عن طريق اشارات بالايد وشويه حركات من الوجه بسيطة جدا فاحنا مترجتين او السيجمنت بتاعتنا اللي احنا يعني محتاجين نقدم لها الخدمة دي هي العرب الصم والبكم العرب محتاجين نقلل الجاب بينهم وبين المجتمع عشان كده الجول بتاعنا كان ان احنا نعمل ابليكيشن نقدر نمبلمنت الابليكيشن ده على موبايل ديفايس او حتى اي سمارت ديفايس عموما وحتى نقدر نعمله حتى على امبيدد ديفايسز واليوزر يقدر يجيب حامل بسيط جدا يحط حوالين راسه حامل بلاستيكي جدا ما فيهوش اي تقنيه خالص يقدر من خلاله يشوف من خلال الكاميرا الاماميه للموبايل يشوف حركات الايد بتاعه اليوزر ويترجمها لصوت عربي مطبوق ويقلل كده الجاب بينه وبين اي حد ماشي في الشارع حواليه عشان كده بدأنا في الأول نشوف ندور على داتا سيتس موجودة على الإنترنت ما لقيناش داتا سيتس بلغة عربية فيديوهات لغة عربية خالص فعشان ما ضيعش وقت نزلنا طبعا حوالينا شفنا مدارس صم وبكم وشفنا مراكز تخاطب تواصلنا مع مدربين لغة إشارة وقرروا ان هم يساعدونا ادونا قاموس نقدر ندرس منه لغة الإشارة ونفهم هي ايه بالظبط
وفعلا ساعدونا حتى ان احنا نقدر نجمع منهم داتا سيت، صورناهم حوالي عملنا معاهم حوالي 1120 فيديو، وكانت داتا سيت بالنسبه لنا مرضيه جدا. دي يعني نبذه عن الداتا سيت او الكلام اللي احنا يعني قلنا ان هو ممكن يبقى اكثر استخداما في اليوم كبدايه. ودي كانت يعني زي ما تقولوا سامبل للفيديو من الفيديوهات بتاعتنا من كلمه ادخل. بدأنا الأول بإيه أو بالمودلز بتاعتنا الأساسية، بعد ما صفينا شوية فيديوهات وعملنا بري بروسيسنج ليها قررنا إن إحنا أو كنا بنفكر في إن إحنا نستخدم تول كده تقيلة إن هي تقدر تأيزوليت الباك جراوند عن الإنسان أو عن الجوينتس بتاعت الإنسان، بحيث إن إحنا نقدر نطلع بأكيوريسي يعني أكتر من غير أي يعني نويز من الخلفية. بس لقينا إن ده هيزود ليتنسي جدا معنا وهيزود جدا حتى من تقل الموديل اللي يقدر يشتغل على امبيدد ديفايس صغيره. فقررنا ان احنا نشتغل من غير ديتكشن تكنيكس زي اللي انا كنت بقولها. بدانا الاول حاجه بموديل صغير جدا بحيث ان احنا نقدر نختبر هل الداتا سيت اللي معانا قدره او نقدر نستخرج منها فيتشرز تقدر تترجم لغه الاشاره فعلا ولا لا. النتيجه كانت يعني كويسه جدا في البدايه. قرينا يعني بيبرز اكتر، شفنا عن الاكشن ريكوجنيشن، استوحينا منهم كذا حاجه. الحاجات دي بدانا نطبقها في المودلز بتاعنا وفعلا حصلنا على نتيجه مرضيه نقدر نكمل بيها. المودل الثاني اللي احنا كنا بدانا نشتغل فيه كان هو عباره عن يعني بياخد النصوص العربيه الناتجه من المودل الاولاني ويطلعها لصوت الناس تقدر تسمعه وتقدر تتعامل بيه. ودي سامبل كده للتريننج بروسيس بتاعتنا بتاعت الموديل الاولاني، كان مرضي جدا في تريننج وفاليديشن، وكان يعني خلاص يعني اخذنا من بعد الموديل ده ومن بعد التجارب الكتير اللي احنا عملناها زي الجرين كده كارد ان احنا نبدا في اللي بعده. بالنسبه للديبلويمنت احنا درسنا كذا طريقه كانت احسنهم وافضلهم واللي نقدر واللي تقدر توفر لنا امبلمنتيشن يعني على 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 ديفايسز كتيره، لان احنا نستخدم الجافا سكريبت. احنا التول الاساسيه اللي احنا بانين بيها الموديل هي تنسر فلو. تنسر فلو يعني عامله التنسر فلو جافا سكريبت عباره ليها، بتقدر تاخد الموديل وتقدر يعني تشغل الموديل ده على اي بقى براوزر سواء كان لوكال او على سيرفر. فده يعني اتاح لنا فرص كتير جدا. عملنا ويب سايت صغير خالص بيقدر من خلاله اليوزر مبدئيا كده يحمل الفيديو عليه ويقدر يطلع له نتيجة اللغة الإشارة المعروضة في الفيديو زي ما انتوا هتشوفوا قدامكم كده دلوقتي. تختار فيديو عموما ده فيديو عليكم زي ما انتوا هتشوفوا بيطلع الصوت العربي المنطوق يعني. احنا فكرنا برضو في الديبلويمنت ان احنا نخلي الموضوع ده مش يعني free for limited hours يعني في اليوم، عشان نقدر يعني نقدر نعمل حاجة مثلا زي باكج كده اسمها يعني premium subscription، نقدر نتيح يعني نزب يعني نقدر يعني نمنتين الابليكيشن بتاعنا ونغطي الكوست بتاعته لو هنديبلوي على شكل واسع بقى. بالنسبة للcompetition market فكان في حاجات يعني كتيرة مش عربي انجليزي، بس كان اهمهم حاجتين دي دي اس ال من انتاج انفيديا. محمود انا حابب بس ان انت تعدي على السلايدز الجايه سريعا كده عشان برضو لو في اسئله للجوجز. تمام جدا. حاول تعدي عليها سريعا. خلاص تمام. الاسترنثز بتاعتنا اول حاجه ان احنا عربي، فما فيش تقريبا ابلكيشن عربي ديبلويد حتى الان يقدر يترجم يعني سيكونس عربي بلغه اشاره عربيه كونتينوس للكلام عربي، وان هو طبعا سهل جدا في الاستخدام زي ابلكيشن وسهل جدا في الديبلويمنت، وزي ما هنقول في الفيوتشر بلانز في يعني كميه بوتنشلز منه حلوه جدا. احنا شغالين ان احنا نقدر نحطه على امبيدد ديفايس صغير، نقدر نعمل ريفرس ترانسليشن بحيث ان الاصم يقدر يفهم الناس اللي بيتكلموا عربي، بحيث تقدر يعني ياخد الكلام العربي بيحوله النص يقدر يقراه. نقدر نعمل الارم سيستم بحيث ان احنا نقدر ننبهه لو في حادث حواليه وما بياخدش واخد باله، ما بيبقاش سامع اللي حواليه خالص. نقدر نعمل ادون كده للميوتس، نقدر نخليهم يقدروا يتواصلوا حوالين بالفيديو شات بسهوله، نقدر نخليهم يعملوا انترفيوهات بسهوله، مش هيبقى حاسس بفرق خالص بينه وبين الناس. احنا اي بيكن وده العربيك ساين لانجويج انتربريتر وده البروجكت بتاعنا. لو عندكم اي اسئله احنا جاهزين. طيب لو في حد من الجوجز عنده اسئله سريعه ليهم في دقيقتين كده او ثلاث دقائق.
انا بس انا عايز اتخيل هو شكل السوليوشن هيبقى عامل ازاي. يعني انت اوريدي في يوزنج الموديل ده الفاينل شكله هيبقى عامل ازاي؟ يعني ده هيبقى في كاميرا بتصور الموفمنت والحركه وبتطلع الكلام ولا يعني شكل البرودكت بالظبط هو هيبقى ابلكيشن. هو ده حاجه مبدئيه جدا احنا عملناها. هو لا ده على ويب سايت عادي, بس ده كان يقدر يشتغل على الموبايل لان هو ده اصلا كل حاجه شغاله جافا سكريبت, فكنت تقدر تلود الويب سايت ده وتقدر تلود الابلكيشن ده على الموبايل عادي وكان هيشتغل معاك برضو. احنا الفكره كلها ان احنا يعني هنوفر بس يعني حامل بلاستيكي صغير جدا ما فيهوش اي فكره خالص, بس بحيث ان هو يبقى يعني حتى الشخص الاصم مش ماسك حاجه في ايديه, هو بس معلق حاجه على كتفه والحاجه دي بتبقى الكاميرا الاماميه بتاعه الابلكيشن موجهه ليه, ومن خلالها بيقدر يعني خلاص يعني بيلقط يعني التليفون بيلقط الحركه بتاعه الاشاره وخلاص التليفون بقى بيطلع صوت للشخص اللي قدامه عايز يروح يشتري مثلا خضروات من المحل, عايز يروح مثلا يقضي خدمه حكوميه, بقى كل حاجه متاحه بين ايديه. بسرعه كده سؤال تاني بس معلش, هو انتوا دلوقتي يعني الموديل الاكزيستنج دلوقتي انتوا كفرد كام كلمه؟ يعني كام موفمنت؟ 28 كلمه بالظبط. احنا كنا منقيين كلام كتير بس يعني الداتا سيت كانت كبيره جدا والموديل كان يعني كان صعب جدا ان احنا نترين حاجه زي كده. احنا كنا حتى مستلفين جي بي من الكليه فكان صعب جدا نترين حاجه زي كده يعني, فقللنا الحاجات شويه بحيث ان احنا نقدر نطلع بحاجه مبدئيه وبعدين نكبر ان شاء الله. تمام. احنا كنا نقدر حتى نقدر نكبر نعمل مثلا سيناريوهات حتى للمستشفى او لاي حاجه, لان احنا كنا لما نزلنا المستشفيات لغه اشاره مثلا او قصدي مدارس صم وبكم كان في ناس بتشتكي حتى من ان هي كانت بتروح المستشفيات مستعجله جدا مش عارفه حتى تشرح للدكاتره, معيش ورقه وقلم اكتب بيها, مش عارفه اشرح حتى للدكتور انا عندي ايه او الحاله اللي معايا عندها ايه, كان الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم في حاجات كثيره جدا. فيعني حاجه زي كده هتبقى خلاص ما عادش في فرق بينه وبين الناس, حتى الحاجات اللي احنا عايزين نضيفها لو حد نادى من بعيد هيقدر ياخد باله ان في حد بيناديه, لو حاجه حصلت انفجار حصل جنبه يبقى واخد باله, بدل يعني هو بيبقى ماشي فعلا مش سامع مش حاسس باي حاجه, جزء من حواسه فعلا مفقود مش زينا خالص. طيب سريعا كده حابب اخد كومنتس اخيره من الجورجس, لو اي جورج عنده كومنت اخير حابب يقوله لمحمود. تمام انا ما عنديش حاجه. طيب باشمهندس كمال لو عندك كومنت اخير. تمام. يعني ممكن بس انا حاجه بس صغيره, هو يعني ال 28 كلمه ده اي ثينك يعني ده نمبر قليل جدا مقارنه بالمفروض يتعمل. انت يو هاف تو ترين الموديل بتاعك ان انت يعني المفروض الراجل اللي بيسمع في اليوم اعتقد الاف من الكلمات, فبالتالي انت ده لو حطيته على الموبايل هيبقى فيه لود, ف يعني يو هاف تو ورك اراوند ان انت تعمل ده ان انت تكبر الباترن بتاعك وفي نفس الوقت ازاي تاوبتمايزه وتحطه على الموبايل. فدي حاجه مهمه جدا جدا عشان في الاخر لو هو هيبقى فيه تكلفه على الناس ان هي تشتري حاجه وتعلقها وتعملها بسيت اب معين لازم تبقى افيشنت ليه. يعني انت لازم توصل لمرحله ان انت يبقى عندك حاجه اللي هو الام في بي للكاستمر, اللي هو في الاخر لو هو عنده كام كلمه مثلا 100 كلمه بالتالي هو ده بالنسبه له اكسبتد ان هو يشتري البرودكت ده, وممكن انت بعد كده تزود يعني. فانت يو هاف تو تشوف الرقم بتاع عدد الكلمات المعينه والباترنز اللي انت توصل ليه از فيز 1 وبعد كده هتبقى تبدا تزود يعني. مظبوط صحيح جدا. احنا فعلا يعني عارفين او مدركين جدا الحجم القليل جدا من الداتا بتاعتنا. احنا كنا يعني زي ما تقول هي الموضوع بحثي اكتر برضو حتى في الاول في كونه ان انت تقدر تحقق يعني اكيرسي كويسه في الترانسليشن للغه اشاره من جاست كاميرا يعني, وكان فعلا كده. فاحنا فعلا شغالين ان احنا نجمع داتا سيت اكتر. هي جائحه كورونا طبعا قعدتنا في البيوت وما كناش عارفين نوصل للناس, بس احنا فعلا لازم نجمع داتا سيت اكتر ولازم فعلا يعني يبقى الموديل بتاعنا يبقى جنرالايزد على 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 سيناريوز كتير بحيث انه يقدر يخدم فعلا يعني. خلي بالك عشان انت عندك تشالنج تاني برضو اختلاف اللهجات بالعربي. يعني انا محتاج بس تعليقات اخيره سريعه جدا لو جداً. اي حد حابب يضيف اي حاجه سريعا جدا عشان بس الوقت بتاعنا احنا يعني متعدين الوقت وفي تيمات تانية لسه, ف حد حابب يضيف اي حاجه ولا تمام كده؟ تمام. شكرا جدا يا محمود وبتمنى لك شكرا التوفيق في الخطوات الجايه في حياتك ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس عبد الرحمن. شكرا يا باشمهندس عبد الرحمن. شكرا. طيب ننتقل بعد كده للتيم اللي بعده.
تيم اسمه حافلة. أعتقد إن هم موجودين. سمعنا؟ سمعتك. سامعيني؟ كله تمام الحمد لله. مسموع الصوت؟ سامعينك وشايفين السكرين؟ تمام. تفضل. السلام عليكم. هلأ فكرتي اسمها فكرة أمام. مثل ما أنتوا شايفين مجموعة من الصور بتحكي عن الحرائق اللي ممكن تصير عنا في البيوت من خلال الكابلات، من خلال الشواحن، من خلال البطاريات تبع اللابتوب، بتؤدي لحرائق كتير كبيرة. طبعاً هلأ فكرتي إجت من مقالة أنا قرأتها في الإمارات بتحكي خلال 8 سنوات الماضية كان في عنا 10 حرائق كتير كبيرة، من بينهم 35 حالة وفاة كانوا بتتراوح الأعمار ما بين الأطفال وما بين التين إيجرز. لما طبعاً المقالة عم تحكي إنه هاي الحرائق كلها كانت بسبب حميان الأجهزة الكهربائية، حميان أجهزة الإلكترونيات، الألعاب تبع الأطفال. ففكرت بطريقة إنها تكون كتير عملية وكتير بسيطة، هي عبارة عن لاصقة، شريط لاصق صغير مثل ما أنتم شايفينه على الكابل من هون. طبعا هاي الشريط اللاصق حساس جدا لل يعني في حساس حرق، في سنسر حراري بتبرمج على درجه حراره معينه، وبنفس الوقت هاي الشريط اللاصق بيكون موصول بابلكيشن بتطبيق. طبعا هلا نفسها بنفس الوقت انه هاي اللاصقه فيها تعدل لدرجات الحراره، يعني لما بتطلع درجه حرارتها بتكون مرئيه، بتبين مثلا عندنا انه في درجة خطر إنه هذا الكابل عم بتطلع حرارته. فطبعاً بما أنه موصول بالأبليكيشن وفي بيحدد طبعاً رح يعطينا دغري إشارة يعطينا للتطبيق. التطبيق طبعاً يا بيبعث لنا SMS يا أما بيبعث لنا مثلاً عن طريق الإنترنت إنه في عنا كابل بلش فيه درجة الحرارة عم تعلى، فنحن لازم ناخذ الإجراء المناسب. بنفس الوقت هذا الأبليكيشن رح ينوصل بالدفاع المدني، فيما لو أنا كنت مثلاً موجودة مو موجودة في البيت وطلعت مثلاً درجة الحرارة عندي لدرجة الخطر رح يصير عندي حريق، فطبعاً هون بيجي التدخل الخارجي عن طريق الدفاع المدني لا ياخذوا الإجراء المناسب قبل ما تصير الحرائق. طبعاً الفكرة هاي يعني عملية جداً، تكلفتها بسيطة جداً، ما بتتعدى للاستيكرة الوحدة مثلاً 15 درهم عم نحكي. طبعاً لما الشركات تتبنى هيك فكرة وتتاخذ بكميات كتير عالية رح ينزل سعرها تقريباً 5 دراهم. طبعاً الفكرة كتير بسيطة، مش محتاجة إلا سنسر حراري وبرمجة على الأبليكيشن، وهاي يعني رسمة توضيحية بالضبط للشريط اللاصق هذا. وبنفس الوقت رح بعطي معها بروشور لطريقة الاستخدام، يعني أنا مضطر مثلاً إنه أخلي الزبون مثلاً ضايع، كيف ممكن أنا أستخدم هاي الشريط اللاصق، ممكن أحطها كيف ممكن، حيكون في عليها كود لحتى كل واحدة مثلاً لما بتاخد الكود دوري تلقائي بتتبرمج على الأبليكيشن، فأنا هيك بيسهل علي تحديد مكان كل كابل موجود في البيت. حتى الدفاع المدني بسهولة رح يعمل أكسس ويقدر يعرف مثلاً بأي غرفة بالضبط عندي رح يصير مثلاً الحريق، فأنا هيك بتفادى مشاكل كتير كبيرة من الحرائق. طبعاً أنا لما بفكر فيها الشركات مثلاً كتير في مثلاً يعني أنا سألت بصراحة عن الموضوع، ممكن يحكي إنه لا ما هي الكهرباء أو مثلاً القطع الكهربائي بيفصل تلقائي مجرد مثلاً ما ارتفعت درجة الحرارة، بس هذا الإشي مش دائماً متوفر. ما دام المشكلة لسه موجودة معناها نحنا لسه عم نعاني من هاي المشاكل، وبالذات هلأ الضغط والاستخدام العالي للأجهزة الإلكترونية، الاستخدام العالي للإلكترونيات في الظروف هاي اللي نحنا عم نتعايش فيها في الكورونا، كمان العامل النفسي عم بتضرر. يعني نحن كلنا عنا بيوت وكلنا عنا عيال ونحن خايفين على الصغار المتروكين في البيت، طلع مثلا درجة حرارة مثلا الشاحن، صار في عنا ذوبان في الفيش، صار في عنا طبعا هلأ ممكن يحكونا لا ما احنا ممكن مثلا نصنع نحط مثلا هذا السنسور داخل الأجهزة الكهربائية، بس نحن هيك رح نحتاج إعادة تصنيع للأجهزة الكهربائية. طب هاي الشركة لما بدها مثلا تعيد صناعة الأجهزة هاي محتاجة تكاليف أعلى. طيب باشمهندس سماح، انا بس حابب يعني انبهك ان الوقت مش كبير قوي، فاحنا حابين برضو لو حابه تستعرضي حاجات تانية سريعا كده عشان برضو يبقى بس في وقت للجادجز ان هم لو حابين يسالوا. ما في، هي هلا هاي هي الفكره، يعني هاي خلصت، هي هاي الفكره انها هي موجوده في عندنا، هي مثل ما انت شايف الصوره اللي يعني اللي على اليمين تحت، انها مجرد ما وصلت لدرجه اللون الاحمر انت بتكون قدامك مرئيه، انت شايف انه في هاي الكابل في مشكله فيه.
فطبعا هلا انا بس النقطه الاخيره اللي بدي احكيها انه هلا اعاده تصنيع الاجهزه الكهربائيه رح تكون تكلفتها عاليه جدا، بس انا ممكن اوفر هاي اللاصقه وتكون متوفره في كل الدول العربيه وبنفس الوقت كل البيوت وتكلفتها يعني محدوده جدا، وبتوقع يعني الفكره محتاجه فعلا تبني. ويعطيكم العافيه يعني ما يعني هاي هي يعني يعني عم بعطيكم الايجابيات لموضوع اللاصقه هاي، ونحن بالاخر كلنا بدنا يعني بيوتنا تكون بامان ويعطيكم العافيه. في اسئله؟ شكرا جدا يا باشمهندس سامح. لو الجورجس لو اي حد فيكم عنده اسئله يا ريت يوجهها لسامح. طب اتفضل مستر وسيم. هل انت عامله يعني في نوع من انواع البروتوتايب ولا هي مجرد فكره بس ما فيش ولا في حاجه اتنفذت فعليا؟ والله بص انا هقول لك، انا درست اداره ونبشت في الموضوع. الموضوع سهل جدا، السنسور اي سنسور حراري يعني بيفيد بالموضوع، انا محتاجه بس مهندس كهرباء يساعدني في الموضوع ده لانه الابلكيشن سهله برمجته، مش محتاجين الموضوع ده بس. والسنسور واللاصقه هاي شفتها موجودين واسعارهم قلت لك، يعني لما انا بفكر في الموضوع للمستقبل المواد متوفره جدا وسهله بسيطه جدا وانتاجها سهل. اوكي، يعني اصل اللاصقه دي ار اف والسنسور اللي انا شايفه او اللي انت عارضاه ده سنسور كبير يعني من حاجه التركه. لا هلا نحن اللي بدنا هذا انا حاططه عشان الصوره تبان معك لانه هلا اختلاف اللهجات يمكن ما تفهمش عليا. اوكي تمام. أوكي. بس نحن لما بدنا نستخدم سنسر، أنا شفت سنسرات كتير صغيرة حجمها يعني لا يتعدى الشعرة، يعني هلا نحن نفكر الأجهزة الكهربائية ما هي كتير في منها هاي بتشتغل على الحساسات هاي، فهمت علي؟ بس أنا عشان تاخدوا الفكرة إنه كيف ممكن نحن شو اللاصقة هاي رح تحتوي، فهي رح تكون إنها تتغير لونها رح يتغير بناء على الحرارة وبنفس الوقت يكون ده السنسر موجود بداخلها. تمام، لكن لسه ما فيش أي نوع من أنواع البروتوتايبس موجودة. والله بصراحة لا بعد لسه. تمام شكرا. تسلم يا رب، يعطيكم العافية. باشمهندس كمال لو تفضل. باشمهندس كمال لو حضرتك عندك سؤال. لا تمام، هو كان برضو نفس السؤال نفس سؤال مستر وسيم، هو حته البروتوتايب لان هو يعني عندي بس كومنت، هو السنسور ده عشان يبعت للموبايل لازم يبقى فيه somehow موديول بيبعت الداتا ديت، يعني فهو ده اللي هو ممكن يكون تشالنج يعني او تحدي لما ساعات الامبلمنتيشن ده التحدي، ان انت تلاقي سنسور صغير وفي نفس الوقت يبقى فيه الموديول كمان اللي يبعت الداتا دي للموبايل اب وينفع ان هو يتحط على 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 الاجهزه دي، فحجمه والدايمنشن بتاعته ده اللي هو ده التحدي يعني. عذرا على المقاطعه بس هلا انت شايف التكنولوجيا كل مالها يعني بتطور جدا، يعني ما عادش في شيء مستحيل، فهمت علي؟ بس انا سالت والله بصراحه، سالت يعني مهندس كهرباء قال لي المواد كلها متوفره وسهل تنعمل، بس هي اللهم محتاجه الفكره تبني، يعني كوني انا دارسه اداره فالمواضيع دي مش هينفع اني اعملها لوحدي، فهمت علي؟ هي دي مشكلتي بقى. تمام متفاهم تمام، عشان كده يعني بقول لك يعني حته الابلي البروتوتايبنج ديت يعني دي هتبين بقى الدنيا اكتر بكتير يعني، ف متفق معاكي تماما. طيب حابب اشكرك جدا يا سماح على وقتك وبتمنى الله ان شاء الله تكون الخطوات الجايه في حياتك و تستمر يا رب ان شاء الله. شكرا جدا، يلا نشوفكم على خير. طيب التيم اللي جاي معانا هو تيم احد تيم مدارس الهاي سكول او مدارس ستيم سكول يعني. معانا يسرى. يسرى سامعانا؟ يسرى انت عامله ميوت؟ انا كده سامعاكم. طيب انت معاكي حد بره في التيم؟ انا معايا التيم كله، ثانيه واحده هشير سكرين وهفتح الكام فهتقدروا تشوفوه. طيب ممكن تقول لنا الاسماء لان انتم غالبا مغيرين اسماءكم يعني. اوكي ثانيه واحده. مين ممكن تقولي لي الاسماء؟ مين معاكي؟ حد اسمه عبد الرحمن، معاكي حد اسمه محمد؟ لا هو ده التيم بتاعي كله، حاطها على السلايد. عبد الرحمن العمراوي ده معاكي؟ لا احنا علياء ابو بكر، نورسين فوزي، وسرا محمود. طيب تمام ثانيه. ممكن تدخل أقدر أبدأ؟ طيب ماشي. طيب افتح كده محمد شكري. أبدأ ولا إيه؟ طيب لا ثانية واحدة بس. أوكي. إحنا بنحاول ندخل بقية أفراد التيم يعني.
بقيت التيم بتاعي انا موجود. حد اسمه محمد شقير. محمد شقير انت سامعني؟ محمد شقير لا بس ثانيه واحده يا يوسف هنبتدي دلوقتي بس اديني ثانيه واحده عشان احنا بندخل. في حد معاكي؟ طيب هيقدم معاكي البرزنتيشن ولا هو التيم بتاعي موجود اهي عليا ونورسين وانا اللي هدي البرزنتيشن؟ عندنا وزاره عندي ناس تانيين. لا هم معايا في نفس المكان كده لحد ما يظهروا لنا ولو ظهروا هندخلهم. هم موجودين في نفس المكان يا مخلص. أيوة. على الكاميرا في نفس المكان. طيب ماشي معانا تمام. هم سايباني بتكلم ايه؟ طيب انا اوكي ابدا. تمام ماشي اتفضلي. اوكي نحن نعيش على هذا. خليكي فاكره بس ان انتوا معاكم 10 دقائق فحاولوا تخلصوا البرزنتيشن بتاعكم في 3 5 دقائق كده عشان لو في اسئله للجادجز يبقى في وقت للكلام ده. اوكي بالفعل. هو صوتي واضح بس اهم حاجه؟ صوتك واضح والبرزنتيشن واضح. واضح جدا اتفضلي. تمام. نحن نعيش على هذا الكوكب كما لو كان لدينا كوكب اخر نذهب اليه. احنا تيم تورد رابش فري وورلد والجول بتاعنا هو ريسايكلينج. زي ما احنا عارفين عدد مقلب الزباله قليل جدا فبالتالي الناس بتتجه انها ترمي الزباله في الشوارع وده بيسبب تلوث وامراض. يعني مثلا في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بيتم انتاج حوالي 129 مليون طن من الزباله في السنه الواحده. عشان كده قررنا نحل المشكله دي واول خطوه خدناها اننا اخترنا اليوزر سيجمنت واللي هو الهاوس وايفز او ربات المنزل عشان هم اكتر ناس بتتعب في انها تنقل الزباله من البيت لمقلب الزباله اللي ممكن تبقى بعيده عنهم فالموضوع بيبقى مرهق جدا عليهم. فالسولوشن بتاعنا هو عباره عن موبايل ابلكيشن بيكونكت الهاوس وايفز دول بريسايكلينج كومبانيز. فكل اللي على الهاوس وايف انها تعمله انها تصنف الزباله في البيت بعد كده تفتح الابلكيشن بتاعنا تشوف الاوفرز اللي كل شركه عرضها وتختار احسن اوفر بالنسبه لها. بعدين بيجي لها ريبريزنتيف من الشركه دي بياخد الزباله وبيديها مقابل مادي قصاد الزباله دي. ففي النهايه الشركه بتوفر فلوس والهاوس وايفز دول بياخدوا فلوس قصاد الزباله وكمان بيوفروا وقت ومجهود في نقل الزباله. واحنا تورد رابش فري وورلد بيبقى لينا نسبه 20% من صافي ربح كل شركه. يعني لو مثلا الشركه بتبيع كيلو الكنز ب $5 فهي هتشتريه من الهاوس وايفز دول ب $2 بس وهتوفر $3 وده هيبقى النت بروفيت بتاعها. فاحنا لينا نسبه 20% من النت بروفيت ده وطبعا كل ما الرقم هيكبر كل ما البروفيت بتاعنا احنا كمان هيزيد. ده الموبايل ابلكيشن بتاعنا احنا استخدمنا اندرويد ستوديو وكوتلين بروجرامينج لانجويج عشان نعمله. لو انا كاستمر او هاوس وايف هدخل على زرار الكاستمر وهدخل اعمل ساين ان لو انا اوريدي عندي اكاونت. بعد كده هيدخلني على ليست بشركات اعاده التدوير. طبعا مفيش اوفرز معروضه دلوقتي عشان لسه ما عملناش ببلشنج للابلكيشن. لو انا لسه عامل اكاونت جديد فهعمل ساين اب هدخل الانفورميشن بتاعتي عادي الايميل والباسورد وكمان هدخل الادرس عشان الشركه تقدر توصل لي بسهوله وتتواصل معايا. وبعدين برضو هخلني على لست الشركات الموجودة. لو أنا شركة فهدخل على زرار الكمباني هعمل ساين إن الإيميل والباسورد بتوعي. بعدين هدخل على البروفايل بيج بتاعتي أقدر أحط صورة وبرضو الكونتاكت انفورميشن موجودة. أقدر أعمل بوست لو أنا محتاجة كاتيجوري معين من الزبالة فهحط سعر كيلو جرام الواحد من الكاتيجوري ده زي مثلا 12 جنيه. بعدين اختار الكاتيجوري لو أنا عايزة بلاستيك ولو محتاجة ديتيلز أكتر ان انا محتاجه ازايز بلاستيك بس فعندنا سكشن ديتيلز اقدر اكتب فيه. بعد كده ممكن احط صوره كمان الالستريشنز زياده بعدين هعمل بوست للاوفر. من اهم الفيتشرز في الابلكيشن بتاعنا ان هو بيتخلص من الزباله بسهوله والكاستمرز بتاعنا او الهاوس وايفز بيقدروا يكسبوا فلوس وكمان يوفروا وقت ومجهود ودي فري سيرفيس. واليوزر انترفيس بتاعت الابلكيشن سهله وبسيطه غير اننا بنوفر جوب اوبورتونيتيز عشان الريسايكلينج كومبانيز دي هتحتاج عدد ريبريزنتيفز اكتر لما الابلكيشن ينتشر. واهم حاجه طبعا هو انفايرمنت فريندلي. لما جينا نقارن الابليكيشن بتاعنا بابليكيشنز تانية في نفس المجال لقينا ان الفيتشر بتميزنا جدا اننا بندي فلوس للهاوس وايفز او الكاستمرز بتاعنا وده ما حصلش في اي ابليكيشن اتعمل له ببلشنج قبل كده. احنا طبعا دورنا في الماركت جوه مصر على ابليكيشنز في نفس الفيلد ده ما لقيناش فاتجهنا للجلوبال ماركت على طول وكانت دي الابليكيشنز اللي لقيناها. البروجرس ستاتس بتاعتنا احنا خلصنا جزء الايديشن خلصنا بلاننج عملنا ريسيرش وجمعنا الماركتنج بلان بتاعتنا وين عملنا بزنس موديل وفيزيبيليتي ستدي للبروجكت بس لسه ستيل ان بروجرس. الداتابيز بتاعه ريسايكلينج كومبانيز لسه هنديفلوب الابلكيشن اكتر ولسه كمان هنعمل له ببلشنج على اب ستور.
زي ما شفنا في الفيديو جزء من الماركتنج بلان بتاعتنا ان احنا نعمل بارتنرشيبس مع لوكال وجلوبال اورجانيزيشنز زي يونايتد نيشنز فور وومن انتربرينور سبارا وبلاستيك. جزء من الاورجانيزيشنز دي بيهتم بانشطه المراه اللي هي يو ان وومن وانتربرينور, فاحنا عرضنا عليهم ان هم يدوا تريننج للهاوس وايفز اللي بيستخدموا الابلكيشن بتاعنا في انهم ازاي يقدروا يستفيدوا من السورس اوف انكم اللي بدا يدخل لهم في تنفيذ مشروعات صغيره هم فعلا اتفقوا معانا مع الديل. كمان جزء تاني ان احنا نعمل ماركتنج في لوكال وجلوبال ايفنتس زي ميكر فير وجلوبال تيك سوميت عشان نوصل لعدد اكبر من الناس, غير اننا هنكمل الويكلي ثيمز اللي بداناها على السوشيال ميديا اكاونتس بتاعتنا زي الفيسبوك والانستغرام, وكمان هنكمل. طيب يسرى ممكن بعد اذنك بس نحاول ان احنا يعني نختصر شويه علشان بس لو في وقت للاسئله بعد اذن. اوكي تمام زي الفل. بعدين هنعمل distributing posters في الشارع عشان advertise أكتر, وكمان هيبقى فيه gifts للhousewives عشان نشجعهم هم يستخدموا الابليكيشن بتاعنا أكتر. ده جزء من البوست اللي عملناها على social media accounts. كمان عملنا feedback form عشان نتأكد إن ال reaction بتاع الhousewives على الابليكيشن هيبقى عامل إزاي, وعشان نتأكد إن إحنا اخترنا user segment صح فحطينا أسئلة زي النوع والسن عشان إحنا بنتارجت الhousewives اللي سنهم من 25 ل 60 سنة, ولقينا إن 96% منهم فعلاً هيحملوا الابليكيشن بتاعنا لما نعمله publishing على App Store. وحسبنا الفاينانشال بروجكشنز, لقينا ان الاونلاين سيلز بروجكشنز في اول سنه هتبقى حوالي 19,000 دولار, وده طبعا مش النت بروفيت فهنسبتراكت منه الكوست بتاعه الستاف والماركتنج والموبايل ابلكيشن. لقينا ان في اول سنه التوتال كاش انفلو هيبقى حوالي 15,000 دولار, ولما حسبناها على مدار اول 5 سنين لقينا ان هو هيبقى حوالي 113,000 دولار. فيتشر براندز بتاعتنا ان احنا هنابديت البلاتفورم على طول, نعمل اوديو فيرجن للناس اللي عندها سايت امبيرمنت, وكمان هنستخدم الاي اي عشان نساعد الهاوس وايز في انهم يعملوا كاتيجورايزنج للزباله صح. كمان عملنا بزنس موديل بتاعنا وزودنا في الكاستمر سيجمنتس ستودنتس وامبلويز عشان هيبقوا انكلودد بعد كده لما نتوسع في البروجكت اكتر. وده جزء برضو من سامبل البوسترز اللي هنوزعها في الشوارع على الناس عشان ادفرتايز للبروجكت. So would you like to be our first customer? Thank you. And معكم team toward rubbish free world. ممكن نخلص أسئلة. طيب في حد من شكرا جدا ليكو اولا, ثانيا في حد من الجورجز حابب يسال يعني مستر وسيم او باشمهندس كمال حابين تسالوا؟ انا بس انا عندي سؤال, هو انتوا it seems ان انتوا عملتوا الاكسرسايز من ناحيه ال هيبقى استخدموا الاي اي, فانا حابب اعرف ايه الاي اي اللي انتوا استخدمتوه في الابلكيشن دلوقتي, يعني ايه نوع الاي اي او ايه الحاجه اللي بتتم, يعني لغايه دلوقتي حاجه بيز لوكيشن اب يعني بس بيعتمد على اللوكيشن بيجي للناس ياخد منهم مخلفات ويديهم فلوس, هو فقولين فين في الحاجه دي. احنا دلوقتي شغالين الابلكيشن كاي او تي بس ان هو بيكونكت الهاوس وايفز بالريسايكلينج كومبانيز, وجزء من الفيوتشر بلانز بعد كده ان هو يستخدم الاي اي في التراش كلاسيفيكيشن. طيب باشمهندس كمان حضرتك عندك سؤال؟ طيب هو انا بس انا كان عندي سؤال, انتوا عملتوا تقريبا السيرفي والاكسرسايز بتاعكم ناحيه الكونسيومر, بس الناحيه الثانيه انت عندكم يعني انتوا يو ار وركينج از مالتي سايدد بلاتفورم, يعني انت عندك كاستمر وعندك كاستمر وعندك تو كاستمرز, الكاستمر الاولاني الناس اللي عندها في البيت, والكاستمر الثاني هو شركات الشركات بتاعه يعني اللي بتلم المخلفات وكده. فالاكسرسايز اللي انتوا عملتوه اللي هو من ناحيه الكاستمر اللي هو هيلم اللي هو هتدي له فلوس في الاخر, فهو اكيد هيقول لك اه اوكي انا اي ويل اكسبت طبعا يعني, بس الناحيه الثانيه دو يو دو اكسرسايز ان انت تشوف هل الشركات دي يعني ويل اكسبت الايديا, ايه المقابل اللي انت هتاخد منه الفلوس ده, هتاخد هتدي له فلوس ولا هتاخد منه فلوس, الموديل للناحيه الثانيه ده هل عملتوا عليه اكسرسايز؟ احنا اوريدي يعني كلمنا الخمس شركات اللي هم ظهروا في الابلكيشن وهم ادونا الانفورميشن بتاعتهم عشان هم حابين يكونوا معانا في الابلكيشن بس لما يحصل له بابلشنج يعني. احنا اوريدي يعني كلمنا خمس شركات, يعني خمس شركات في مصر. طب انت تشتغل الموديل بتاعكم ازاي, يعني انتوا يعني هتبقى هو هتاخد منهم فلوس في مقابل
يعني انت هتبقى هتشتغلوا اللي هو ريفينيو شير، ان هو هتاخد برسنتج من الـ من الـ من اللي هيدفع للكاستمر، صح كده؟ بالظبط. هو في الاول احنا هناخد منهم فلوس عشان اصلا نحط الشركه بتاعتهم على الابلكيشن بتاعنا، وبعدين بقى بناخد جزء من المكسب اللي هو ال 20% اللي هم بيكسبوهم من الكاستمرز اللي هم الهاوس وايفز. طب هو ما عندهمش مشكله ان هم يدفعوا اصلا في مقابل ان هم يلموا المخلفات والرابش ده؟ لا، ما كانش عندهم مشكله، لان احنا اصلا هنساعدهم. يعني هم اصلا بيشتروا الرابش ديت من مقالب الزباله وكده بسعر اكبر اكتر بكتير، فحوار ان هم يدفعوا فلوس عشان نعمل لهم بابلش على الابلكيشن بتاعنا ما كانش عندهم مانع. يعني كانوا يعني مرحبين بالموضوع. تمام، اوكي. انا تمام بالنسبه لي. حد تاني عنده اسئله؟ لو في بس لاست كومنتس من اي حد، حد حابب يقول اي كومنت اخير من الجورجس، مستر وسيم او باشمهندس كمال؟ انا تمام بالنسبه لي، شكرا. تمام، طيب حابب اشكركم جدا. شكرا. تيم علياء و طيب شكرا لكم جميعا، وان شاء الله بالتوفيق في المستقبل ان شاء الله. شكرا. طيب هنخش على التيم اللي بعده، تيم فيجن امبوسيبل. عايز اتاكد بس ان هم سامعيني. عبد الرحمن العمراوي وعمر عماد سامعيني ولا لا؟ الو، كده صوتنا واضح؟ كده صوتنا واضح؟ انا تيم تمام، سامعك. تمام، مظبوط. تمام، انتوا كده كلكم موجودين؟ تمام. عمر عماد وعبد الرحمن العمراوي، احنا محتاجين ان الاكسس بتاع الكاميرا. الصوت بعيد قوي عند حضرتك. تمام كده. عندي سؤال بس، هو انتوا الثلاثه قاعدين دلوقتي مع بعض يعني ولا؟ احنا الثلاثه مع بعض، بس في يعني جهاز هو اللي بيصور والجهاز الثاني اللي بيعمل شير سكرين. تمام. طيب لو ينفع تعملوا بقى شير سكرين وتعرفونا بيكم وفكرتكم. حابب بس افكركم ان انتوا معاكم 10 دقائق، حاولوا تاخدوا من 3 ل 5 دقائق بالكثير في البرزنتيشن، عشان لو في وقت للاسئله كويس. فعرفونا بنفسكم كده وبالفكرة بتاعتكم. كده الشاشة واضحة. طيب جماعة، انتوا ممكن تبدأوا بعد اذنكم؟ ممكن نبدأ بعد اذنكم؟ اهلا وسهلا بكم معنا ومعانا عمر عماد. طب جماعه، انتوا عندكم ايكو جامد جدا في الصوت بعيد قوي، ف مش عارف لو انتوا فاتحين من حاجه ممكن تخلوها قريبه منكم مثلا، او تستخدموا هيدسيت او حاجه زي كده. ماشي كده، الصوت كده بتتكلموا من اللابتوب بعيد جدا كده. تمام كدا. كده واضح. كده تمام. ماشي كده تمام. ماشي، اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا تيم فيجن امبوسيبل، عمر عماد، عبد الرحمن العمراوي، وانا محمد عبد الستار. بدايه قبل ما نخش في السوليوشن بتاعنا، ايه هو المشكله اللي احنا بنحلها؟ الديف بيبل، واللي بيكونوا حوالي 5% من الورلدز بوبيليشن، اللي هم حوالي 466 مليون شخص حوالين العالم، منهم 1.5 مليون شخص في مصر. البروجكت بتاعنا بي ايم تو هيلب ذا ديف باي يوزينج مودرن تكنيكس باي ديسبلاينج ذا هيومن فويسز اون ذا اوليد ديسبلاي،
باختصار البروجكت بتاعنا عبارة عن adjustable board بيتركب على النظارة موجود وسط حضراتكم في الكاميرا. الadjustable board ده بيتوصل ببلوتوث على موبايل ابليكيشن والكلام اللي قصاد الديف بيرسون ده بيتعرض على النظارة. تمام، ده بيخليه ايبل ان هو يقرا الكلام بدل ما يسمعه. تاني حاجة الابروتش والفاليو بريبوزيشن. لقينا ان مصر فعلا بتكثف جهودها في انها بتعمل اي ليرنينج سبورت للديف بيبل، فحبينا ان احنا نساعد في الموضوع ده. وبرده كانت بتعمل بروتوكول بين ذا مينستري اوف سوليديتري اوف سوليديتري اوف ايجيبشن كومباني وذ ذا انترناشونال توريزم بروجكتس علشان تساعد برده الديف بيبل بنفس الامكانيه اللي هي الاي ليرنينج سبورت. فاحنا قررنا ان احنا نساعد في الموضوع ده عن طريق ان احنا نوفر حل مختلف وسهل للديف بيبل. منين جبنا فكرتنا؟ نظارات جوجل، واللي كانت مشهورة من سنتين فاتوا كانت سعرها حوالي بيعدي $1,000، وكانت بتستهدف البزنس من في انها بتعرض الوقت بتاع الوقت الحالي على النظارة وبتعرض النوتيفيكيشنز بتاعت الموبايل. ده سعرها كمان كان باهظ جدا، فاحنا يعني خدنا الفكرة من نظارات جوجل وقررنا نحل بيها مشكلة مجتمعية. الكومبوننتس اللي احنا مستخدمينها هم ست حاجات: 0.96 انش اي تو سي اوليد ديسبلاي وبلوتوث موديول اتش سي 05 اردوينو نانو ليبو باتري وباتري تشارجر وسويتش. نيجي بقى لجزء التكنولوجي والاكواد وكل ده شغال ازاي. اول حاجه بنكونكت السمارت جلاس بتاعتنا بالموبايل ابلكيشن. احنا عاملينه الموبايل ابلكيشن بيستعمل جوجل فويس ريكوجنيشن اي بي اي علشان يحول الهيومن فويس للتكست، والتكست ده يتبعت عن طريق البلوتوث للنظاره، والنظاره السكرين بتاعت النظاره يطبع عليها التكست. ده الموبايل ابلكيشن بتاعنا. الواجهه بتاعته عباره عن زرار في النص بتبرس عليه بيفتح جوجل فويس ريكوجنيشن ويبدا يسجل الصوت ويبعته للسيستم بتاعنا. بعد كده في السيستم اول بارت من ده كود الاردوينو، اول بارت فيه عباره عن ديكليريشنز للمكتبه بتاعه اللايبر بتاعه التكست، وديكليريشن للشاشه، وديكليريشن للفاريبل اللي هيتحط فيه الفويس بعد ما جه من الموبايل. تاني بارت عباره عن كاستمايزيشن للتكست اللي هيطلع على الشاشه من حيث الكالر والسايز والبوزيشن بتاعه. بعد كده تالت بارت عباره عن مين فانكشن بتاع الكود، وهي عباره ان هو يطبع التكست اللي اتحط في يطبع التكست اللي اتحط في الفاريبل اللي احنا حددناه في الاول. اخر بارت فيه عباره عن كل ما يبقى فيه كونكشن ما بين البلوتوث ويتبعت حاجه عن طريق الكونكشن ده من الموبايل ابلكيشن، ياخد التكست اللي وصل له ويحطه في الفاريبل اللي هيتطبع، بعد كده يطبع على السكرين، بعد كده يند ويكلير تاني علشان يبدا فانكشن جديده. يعني بعد كده ده فيديو عباره عن محاكاه للموقف يحصل في استخدام البروتوتايب. Hey, what's your name? What's your name? My name is Muhammad. Hello? Hello, Ahmed. Good morning. بعد كده مع الكومبيتيشن اند ماركت لاندسكيب. طيب شباب، انا يعني I hate to say this بس يعني احنا محتاجين نسرع شويه علشان برضو نتيح فرصه للاسئله لو في اسئله، فحاولوا تعدوا على السلايدز الجايه بشكل اسرع شويه. تمام. اول حاجه المشروع بتاعنا قايم على ثلاث خصائص اساسيه. اول حاجه هي اللو برايس، ثاني حاجه هي الهاي افشنسي، ثالث حاجه هي الافيلابيليتي. هتكلم بعد كده على البيزنس موديل اند فاينانشال. في البيزنس موديل اند فاينانشال اول حاجه اتكلم فيها البرودكت برايس. البرودكت برايس انا عندي سعرين. اول سعر هو الكونتريبيوتر الموزع اللي انا هديه له ب $35. ثاني سعر هو السعر من الكونتريبيوتر الكونسيومر اللي هيبقى ب $40. وثاني حاجه اتكلم عليها هي البروديوسنج كوست. احنا طبعا بعد ما نعمل مايكرو كنترولر الخاص بالديفايس بتاعنا وبدانا فيه مع في ستارت اب مع شركه ايجيبت ميكس الكترونكس اللي هو المين بارتنر بتاعنا،
والكوست بتاعها هيتكلف حوالي $25 وده هيبقى فيه البروفيت بتاعنا $10 والبروفيت بتاع الكونتريبيوتر هتبقى حوالي $5. الانفستمنت جول اللي احنا عاوزين نحققها اول حاجه ان احنا نساعد ضعاف السمع ان هم يعيشوا معانا بكل اريحيه وبكل سهوله، وتاني حاجه ان المشروع بتاعنا يحقق السعر اللي هو الرخيص اللو كوست بتاع الديفايس ويبقى اكسسبل لاي ضعيف سمع موجود في العالم. ثالث حاجه ان البروجكت بتاعنا عنده هاي افشنتي عشان احنا بنستخدم جوجل اي بي اي ريكوجنيشن الافشنتي بتاعت حوالي 98%. واخر حاجه هي البيزنس موديل والكيو ار كود ده موجود في البيزنس موديل عملناه على كده بس. طيب انا محتاج منكم يعني سريعا جدا جدا عشان برضو وقت الاسئله تاني بقى كده تاني فاضل جزء واحد يعني سريعا جدا نعدي على الفيتشر بلان كده. الجزء اللي هتكلم عليه دلوقتي هو الفيوتشر بلان. عندي 5 فيوتشر بلان اتفقنا عليهم لان دلوقتي وصلنا فيه تطورات كتير وهنبدا نطور فيه. اول حاجه سولار سيل عشان نتشارج الديفايس. تاني حاجه فويس ريكوجنيشن عشان يريكوجنايز الكائنات اللي حوالين الشخص ضعيف السمع. تالت حاجه بلت ان ميكروفون عشان نقلل استخدام التليفون وورنينج ذا يوزر ان دينجرز يعني مثلا لو حصل احتكاك صوت احتكاك الكاوتش بتاع العربيه مثلا بالارض فيبدا يحذره ان مثلا في اكسيدنت وراه. واخر حاجه نستخدمها الالتراسونيك سنسور عشان نتحكم في الزاويه بتاعه العاكس عن طريق الايماءات والجسترز. اخر حاجه التيم بتاعنا بقى الليدر محمد عبد الستار وانا عبد الرحمن العمراوي بزنس مانجر، وثالث حاجه عمر عماد سوفت وير تكنيكال. شكرا. اي اسئله؟ انا عندي سؤال بس. انت قلت في الاول الديف بيبول وبعدين بتقول ضعف السمع، فانت بتتارجت مين بالظبط؟ عشان ده حد وده حد تاني. بص حضرتك مصطلح الديف بيبول بيندرج تحته مصطلحين. اول حاجه هي الديف بيبول الاشخاص اللي اتولدوا بدون الاعاقه وبالتالي بيعرفوا يقروا تمام وبيعرفوا برضه يتكلموا. انا عارفه من غير ما تشرح بس. نعم انا عارفه من غير ما توضح لي. تمام انا عارف من غير ما المصطلح ده برضه بيندرج تحت ضعف السمع. ثواني بس اكمل. ديف بيبول ده واحد ممكن يكون يقرا بس طبيعي ان هو مش هيتكلم، وضعف السمع ده واحد بيقرا وسمعه ضعيف بس بيقدر يتكلم. فانت أيوه. ازاي هي بالتارجت الاثنين؟ هو أيوه. هيقرا في الاخر بس هيكون اللي قدامه بقى. تمام حضرتك في فرق ما بين الديف بيبول والدمب بيبول. الدمب دول الاشخاص اللي اتولدوا بالاعاقه وبالتالي ما بيعرفوش يقروا ويتكلموا، لكن الديف دول اللي اتولدوا بدون الاعاقه بس بعد كده جالهم في حياتهم موضوع الاعاقه بتاعه السمع دي فبالتالي بيعرفوا يقروا ويتكلموا فعليا. احنا بنترجت يعني الديف ما بيسمعش بس بيتكلم. ما اعرفش حد كده بصراحه. انا فاكر ان هو ما بيسمعش بس هو قبل كان بيعرف يسمع ويعرف يتواصل مع الناس، وزي مثلا كبار السن اللي بعد ما السن بتاعهم بيكبر بيبدا السمع عندهم ماشي طبعا. انا عارف كبار السن وضعاف تمام، لكن اللي ما بيسمعش خالص ده ايوه انا قلت معلش تاني صوت واطي. بقول لك هي اتسوكي لو انت بتتكلم على الناس اللي عندهم ضعف في السمع او كبروا او اصيبوا عندهم سمع ضعيف جدا او كده، لكن انا ما قابلتش بصراحه جديد عليا ان انا اشوف حد ما بيسمعش خالص بس بيتكلم. لا هو ده مش التارجت بتاعنا. التارجت بتاعنا مش اللي هو ولا ما بيسمعش ولا ما بيسمعش مثلا حصل له مشكله في حياته. التارجت اللي هو سمعه ضعيف. نعم التارجت اللي هو سمعه ضعيف. لا وكمان الدف بحيث ايه الشخص اللي اتولد من غير الاعاقه هو بالفعل في حياته اتعلم تمام وفعليا هو ما فيش شخص بيفقدها بطريقه تامه او بشكل تام، هو فعليا بيبقى سامع صوته. تمام شكرا. عايز اسالك كمان. طيب باشمهندس كمال لو حضرتك عندك كومنت اخير وحابب تقوله علشان بس احنا تعدينا الوقت بكتير. هو احنا الموديل اللي كرييتد هو انجلش بس صح؟ نعم لا اتكلموا بس من مايك تاني عشان المايك ده. ايوه الصوت بس معلش السؤال تاني. الموديل اللي كرييتد دلوقتي شغالين انجلش بس مش عربي صح كده؟ والله معلش الصوت اعلى شويه. الموديل اللي انتوا شغالين عليه موديل انجلش بس مش عربي صح؟ أيوة كده هو ده السؤال. شغالين حاليا انجلش بس.
تمام اوكي. العربي قدام ان شاء الله ناويين نطور على الموضوع ده، بس مش هينفع نطبقه على ويربل بورد في النضاره، لان الشاشه اللي احنا مستخدمينها اللي هي الاي تو سي 0.96 انش دي بتشتغل بنظام بيكسلات، فاللغه العربيه فيها مش هتبقى ابليكابل خالص، هتبقى كل حرف لوحده. طيب شباب انا حابب اشكركم جدا، لو في اي حد عنده اي كومنت اخير من الجادجز حابب ان هو يشيره معانا. شكرا. تمام شكرا جدا لكم يا شباب، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المستقبل. تمام اخر تيم معانا النهارده ان شاء الله هو تيم بلانت سالفيشن، برضو من المدارس الهاي سكول، مدارس ستيم. عبد الرحمن معانا. عبد الرحمن انت سامعنا؟ معاك. تمام انت ممكن تقدر تشير سكرين، معاك 10 دقائق تقدر تعرض فيهم فكرتك. حاول ان انت ما تستهلكش وقت كبير في البرزنتيشن علشان بيبقى في وقت اكبر غالبا بيبقى الاسئله، فحاول تخلص البرزنتيشن بتاعتك من 3 ل 5 دقائق بالكتير عشان نشوف لو في اسئله عند الجوجز. خلاص تمام ماشي. تمام ماشي عبد الرحمن. تمام اتفضل. تمام الباوربوينت واضح؟ تمام اه كله واضح، الشاشه واضحه والصوت واضح وكل حاجه واضحه. ممكن خلاص تمام. كان عندنا مدرس مشرف يعني كان عنده ارض زراعيه، بس في نفس الوقت كان بيواجه مشكله ان هو يعتني بيها. كان هو شغال في مدرسه داخلي، فبالتالي الارض دي ما كانش عارف يديها الاهتمام عشان ما كانش المكان المناسب او الوقت المناسب ان هو يعمل كده. فقال لنا فبس هو كان قال لنا ان هو بيستخدم نوع تاميريجيشن، فاحنا سالنا ليه، قال لنا لما سرش ودور على الموضوع لان هو افيد بكتير من الدي تايم وبيوفر ميه اكتر، وكمان بيطلع الكروبس بطريقه احسن، وبنسبه كروبس ما بتموتش او بتبقى قليله جدا اللي بتموت. فاحنا جالنا الفكره في اللحظه دي، قلنا طب احنا ممكن نعمل سيستم اوتوميتد، ممكن نعمل حاجه زي كده، المشرف مثلا يكون موجود في السكن وبيخلص شغلته، وفي نفس الوقت الارض بتاعته بتهتم بيها عن طريقه مثلا هو في مكان وهي في مكان تاني عادي جدا. وانا بدانا الريسيرش بتاعتنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي. انا اياد مجدي وعبد الرحمن ليلى واحمد مصطفى، وده بروجكت بتاعنا بلان سيلفيشن. البروبلم بتاعتنا اللي احنا متارجتها ممكن تلخصها اربع بوينتس. اول حاجه ان حوالي 70% من الفيش ووتر بيستخدم في العالم بيستخدموا في عمليات الري، ومور سبيسيفيكلي 85% من ال 70% دول اصلا بيستخدموا في ميدل ايست ونورث افريكا بس في الري. تاني حاجه ان البروبيت اريجيشن تكنيكس نفسها بتادي لكونسامشن عالي جدا من الميه، فبالتالي الميه كبيره جدا بتحصلها ديبليشن وبتهدر. تالت حاجه ان الاجنورنس والهارد مونيتورنج للكروبس والبيج لاندز الموجوده اصلا لللاند اونر، ده بيؤدي ان هو ممكن ما يعرفش الاماونت اوف ووتر نيدد للكروبس اللي هو بيزرعها، فبالتالي برضه في ميه كتير هتهبط. رابع حاجه الاريجيشن ووتر لوس بيتند ان هو يسبايك في الدي تايم وبيوصل من 14-19%، بس في الناحيه الثانيه النايت تايم اريجيشن بيوفر ده وبيقلل النسبه دي 5-11%، ودي اصلا السول كونسبت البروجكت اصلا شغال عليه. وان فاكت ان الووتر ايفابوريشن اصلا قل في 2010 بنسبه 9% لما بداوا يستخدموا النايت تايم اريجيشن. السوليوشن بتاعنا عباره عن فولي اوتوميتد سيستم، وممكن الفيتشر بتاعته تعملها سمرايزيشن في 6 نقط. اول حاجه ان هو بيعمل ووتر لوس ريدكشن عن طريق النايت تايم ريجيشن، ثاني حاجه ان هو بيديك الحريه انك تستخدمه مانوال او ممكن يبقى اوتوماتيك، ثالث حاجه هو بيعمل بروفايدنج للاديكوت اماونت اوف ووتر للسويل اللي انت محتاجه على حسب فاكتورز مختلفه زي المويستشر وغيره، رابع حاجه الكونكتيفيتي ممكن تستخدمه اوف لاين اللي هو لوكال او اون لاين على النت، خامس حاجه ممكن تستخدمه هو بيعمل لك ديسبلاي لكميه الميه اللي انت استخدمتها في الاريجيشن التايم المره الواحده بس عن طريق الووتر فلو سنسر، سادس حاجة ان هو بيعمل حاجة اسمها deep sleep mode او power consumption reduction، ده بيعمله بال ASP32 board feature وده بيقلل الباور اللي انت بتستخدمه عموما فبيوفر الطاقة معاك. البروتوتايب بتاعنا بتعمل من ثلاثة سيستم، اول حاجة components، ثاني حاجة موبايل ابلكيشن، وثالث حاجة الشاسيه. ده الاندرويد ابلكيشن بتاعنا، حضرتكم بصيتوا هتلاقوا المانوال مود موجود واوتوماتيك مود موجود والسوليد ستيت والانفورميشن كلها اللي محتاجها. احنا اصلا عاملينه انجلش وعربي او عربي، بس احنا دلوقتي بنعمله ديسبليشن بالانجلش. معاك المانوال المود ممكن تعمله اون واوف، معاك اوتوماتيك لو دوست على ديفولت البروجكت نفسه هيشتغل لوحده ويعمل ويظبط كل الالات على حسب السويل. في حاجه اسمها مانوال سيت، ده زي دي اي واي فيتشر، انت بتقدر تعمل سيت للمويستشر اللي انت عايزها وتقدر تختار كميه الاريجيشن، تختار الوقت اللي انت ممكن تعمل فيه اريجيشن، وتختار برضو عدد الاريجيشن الموجود في اليوم، ومعاك هنا السيلكت ده تختار النبات اللي انت بتزرعه، ومعاك السويل ستيت ده بيقول لك كميه المايه اللي انت اللي حصلها درايف من في الاريجيشن تايم المره الواحده بس. وهنا ده فيديو بيدمستريت اللي لسه قايله بس بطريقه اوضح شويه.
This is a demonstration of the translation project. First of all, you enter the app and then you choose the language. Second, you can trigger between the manual mode and the automatic mode and the delegation set and the information if you need them. First of all, if you want to work with the automatic mode, you can press the default. And then I'll put my hand to trigger the automatic mode itself. As you can see, it works by the triggering of the light intensity or the light exposure to the LDR sensor. Then you can choose the plant itself if you are working with a tomato, a potato, or a carrot. Then you have the irrigation set, which tells you the amount of volume you use in irrigation time. As you can see, it tells you that we have used 250 milliliters and the moisture is low. This is from a previous trial. And this is the beta version or the version we are planning to upload في الـ Play Store يعني لما ننزل الاب نفسه وده زي ما حضراتكم شايفينه فيه تو اوبشنز الانجليش والعربي هو شغال على الاثنين عادي جدا ودي شويه ده فريم وير عادي جدا. طيب شباب معلش انا اسف ان انا بقاطعكم والله بس احنا علشان الوقت ضيق فحاولوا ان انتوا يعني تنجزوا شويه علشان بس لو في حد من الجورجس عنده اسئله. تمام احنا ماركت يوزر بتاعنا بيتقسم لحاجتين الفارملاند اونرز والجرين هاوسز. الماركت سايز بتاعنا ممكن نختصر اللي هو عباره عن 12 مليون و3 و3000 يوزر والفاليو بيوصل ل 11 بليون و582900 و700000 بس ده كله بالال اي مش بالدولار. كمان الكومبيتيتور بتاعنا ممكن تلخصه في اربع حاجات الهيدرو جرين لاندسكيبنج ايجنسي نتوركس الرياضه التريد والكوميرشال ايجنسيز الاجري اند ايجيبت والناورس دريب. الباسنج بلان بتاعنا هيبقى عباره عن 1350 جنيه لليوزر وده بينكلود السنجل يونت والديزل موتور موديفيكيشن والووتر فلو سنسور. الانفستمنت فاند احنا هنحتاج لو هنحتاج انفستمنت احنا هنحتاجها في الماركتنج والفابريكيشن والتكنيكال تيم بتاعنا والبي ار ديبارتمنت اللي احنا هنعمل لها كونستيتيوت. البروجكت ستاتس بتاعتنا احنا عندنا في اول ستيج كنا عملنا ديترمينيشن للاس بي ورك البرنسبلز بتاعتها والميثودز اللي احنا هنستخدمها اصلا في الاس بي. ثاني ستيج اللي هو عملنا اسمبلنج للبروتوتايب كومبوننتس. ثالث ستيج عملنا ديترمينينج لابسط واكتر افيشنت واي الجوريزم ممكن نستخدمها في البروجكت بتاعنا. رابع ستيج عملنا كونكتنج للبروجكت بثينك سبيك اي بي اي وخامس ستيج عملنا هنعمل كولكت الداتا بتاعت البلانس داتا بيز. الفيتشر مانجمنت بتاعتنا بتلخص اربع حاجات. اول حاجه هنعمل فيلم داتا بيز فيها وايد رينج من البلانس انفورميشن عن كل حاجه كل البلانت ده محتاجه وكل كروب محتاجه. ثاني حاجه هنعمل اي اي سيرفر هو هي بريدكت الاماونت اوف سويتبل ووتر على حسب كذا فاكتور زي التايب اوف سويل والبيورتي اوف ووتر والنيوترينتس الموجوده في السويل. ثالث حاجه هنستخدم الار تي سي ريل تايم كلوك عشان نعمل اكيد نايت تايم اريجيشن بانترفلز محدده وفي نفس الوقت الار تي سي هيعمل بروفايدنج للسيستم الابيليتي انها تعمل تايم ديت ريليتد تاسك. ورابع حاجه ان احنا هنحسن هنعمل امبروفمنت للموبايل ابلكيشن سواء من ناحيه اليو اي او اليو اكس بنحس ان احنا هنحسن الانترفيس ونحسن اليوزر اكسبيرينس. وثانك يو هحكي معاكم اياد وعبد الرحمن واحمد مصطفى. تمام شكرا لكم جدا يا شباب. كنت عايز اعرف لو في حد من الجورجس عنده اسئله سريعا كده مستر وسيم او مستر كمال لو حابين ان انتوا تسالوا اي اسئله. طيب مستر وسيم حضرتك عندك اي سؤال؟ لا تمام انا ما عنديش. انا كنت عايز اسال سؤال سوري كنت ميوت. ماشي اوكي بالنسبه للتيم هو هل انتوا عملتوا اي ريسيرش شفتوا في اي اوريدي اي حد بيعمل حاجه سولوشن شبه كده ولا لا؟ واحنا لما جينا عملنا ريسيرش لقينا فعلا زي ما احنا قلنا في كومبيتيتورز معانا عادي جدا في السوق المصري بس في نفس الوقت احنا لما عملنا ريسيرش ما لقيناش ان هم بيعملوا انكابسوليشن للفيتشرز لكل الفيتشرز اللي احنا عاملينها في البروجكت بتاعنا. هو فعلا بيدوا فيتشر او اثنين مثلا زي السول مستشر وغيره بس احنا الفيتشرز اللي هم الست اللي احنا عملناها في البروجكت بتاعنا في معظمهم مش موجود اصلا في الحاجات اللي زي كده. وحوار برضو انك تختار النبته انك تختار النبته اللي انت بتزرعها اصلا ممكن ما يبقاش برضو موجود في البروجكتس او البروتوتايبس الثانيه. احنا بندي الكاستمر فول سيستم يقدر يتحكم في كل حاجه يقدر يعمله ادجستنج عشان يوصل لاكبر كميه معينه من الاكيرسي في كميه الميه اللي هو هيديها للكروب عشان كميه الميه المهدره تبقى اقل نسبه ممكنه. تمام. طيب في حد تاني عنده اي سؤال او اي حاجه عايز يوجهها للتيم؟ كومنت سؤال اي حاجه؟ تمام مستر وسيم مستر كمال عندك اي حاجه؟
لا تمام اوكي تمام تمام شكرا لكم يا شباب بالتوفيق ان شاء الله في المستقبل شكرا لحضرتك يا ربنا يكرمك ان شاء الله يوفقك طيب شكرا جدا لكل الناس كل التيمات حابب اشكر كل التيمات مره تانية كل التيمات اللي شاركت معانا من كل التراكس كان معانا النهارده 3 تراكس ستارت ابس وجراديويشن بروجكتس وهاي سكولز كمان حابب اشكر كل الناس اللي كانت بتابعنا على السوشيال ميديا او من خلال زوم او من خلال اي وسيله كنا بنعرض بيها يعني يوم كان طويل جدا بكره ان شاء الله ختام فعاليات الجي سي اي اي او تي وبكره ان شاء الله كمان هنعلن عن الفايزين في كل تراك وبالتوفيق للجميع إن شاء الله شكرا جزيلا